السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا حرك شوي دوب ليش حركة حرك دوب ليش حرك تراك الجوي هذاك حرك الجوي هذاك حرك البنان شعر منه ومنه منه منه ومنه حرك حرك اي عندك عندك كوراجون حرك 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 ها شفته اي لا من الكوراجون مكسره هيكل كوراجون مكسره هيك يجي شوف فرج على الفيديو من هنا فرج الفيديو من هنا اي هاني قلت هاي من هنا هاي هاي من هنا الفوقاني يا ملطاني ما مشتر اللطاني لا اكثر هي فوقاني ايه فوقاني ها ها هنا تعال شوف هنا اي اي انا نشوف فيها هي هذه بيلعه قلت مو اخذ له اخذ له اي حتى لو طيب شفتها تلاقوا مع بعضهم حتى لو ثاني محلول سايب سايب البنون سايب سايب ترى حتى البنون ثاني محلول هاي شفتها شفتها اما هيك تسنتر له ملوته دائما من فوق مبالع الجمله كوريجون اللي كنت تشوف فيها انت في الفيديو هي واحده كيما هذه هي ما لازمش تقول فيها جمله هذا ما تحركش ما تحركش اي اختي هذه اختي هذه باش ناخذها انت اختي هذه انما نتاع جولف نتاع جولف باهي هذه نتاع بيجو باش ناخذها انت نتاع هذه اخت جولف ما لازمش يكون فيها جو هذا هنا هذا هنا ما لازمش يكون فيها جو زعما كي تشدها بيديك الزوز شدها بيديك الزوز منه ومنه وحرك حرك هذيك هذا منه ومنه ما فيها شيء اي منه ومنه كيف كيف ما فيها شيء هذيك معناتها لابس عليها كي لقيتها فيها جو معناتها مش لابسها كيما اللي عندك مثلا عندك قداش فيها في البلاصه هذه قداش فيها فراغ ايه هذه تتباع وحدها ساعات ريتها هذه كوراجيون القطعه هذه الصليبه كوراجيون تتباع وحدها الميكان فهم الميكان سيتي نجم نحيها وركبها فهمت حتى حتى الميكان سيتي محبش ركبها لك قول له خويا نحيها لي تورنات فهمتك نحي لي هذه وهز كوراجيون تورنات وركبها لك فيها شيء سهله في الفيديو هذا باش نوري بعض الـ يعني آلات القيادة أو كريميير أو علبة القيادة لأن يعني فما ناس ما تعرفش اللي فما مثلاً فما ناس ما تعرف اللي فما سيارات تمشي بحاجة كما هذه هذه يسموها بوات ديركسيون يعني علبة قيادة فما منهم الأسيستي يعني اللي تمشي بالزيت وفما منهم العادية اللي هي كما الكريميير العادية هذه يسموها علبة السرعة هذه كتدور أنت من هنا كي تدور انت من هنا البره هذيك تتحرك شفتوها هذيك تو تاخذ يمين ويسار هذه كان انا ندور في الفولون كاني ندور في الاله القياده هذيك في الستير شفتوها كيف تعمل هذه اللي هي يعني موجوده تو لحد الان في الشاحنات في السيارات الثقيله قاعده موجوده كلهم توا هنا وفي سيارات الشاحنات الصغيره زاد كيما الاسيزي والتويوتا والميتسوبيشي والامور هذيك فما منهم يمشي بالزيت يعني اسيستي كيما هذه كيما النوع هذوما اسيستي وفما اللي منهم عاديه هذه هذه سموها بوا ديريكسيون وهذه كريمير اله قياده هذه علبه وهذه اله كيما الاله يعني كريمير سكاتولا هذه مكان سكاتولا او هذه فما هذه سكاتولا وهذه مكانها هذه موجودة في السيارات القديمة بكل كانت موجودة كان هذه برك فقط ما غيرش موجودة هذه توا في التطور الجديد هذايا من حوالي السبعينات أو الستين آخر الستينات عملوا هذه ونحوها هذه من السيارات العادية ولد هذه موجودة موجودة في سيارة النقل الصغيرة وموجودة في سيارة النقل الكبيرة وفي الحافلات وفي الأمور هذيك عندنا هذه السكاتولا اللي هي آلة القيادة هذه عادية هذه شفتوها هذه نتاع سيارة عادية ما فيهاش زيت من غير زيت هذه هذه دور عادية من غير زيت هذه هذه من غير زيت هذه هذه سكاتولا أو كريمير أو آلة قيادة عادية هذه
ثانية بالزيت، هذه بالزيت منها فيها في الكرومة هذه تلقى الزيت. الكرومة هذه فيها الزيت، يدخل الزيت ويخرج، وفيها كابتر تمشي بالحساس، فيها حساس نتاع كريمير هذاك باش يعطيك الاتجاه نتاع السوبين. هذا الكابتر هذا باش كيحرك هو البنو يعاون يعطيه يعني الدوران نتاع البنو الفوق هذه. وفي نفس الوقت تمشي بالزيت، هي تجيبها المضخه نتاع الزيت تحط تدخلها الزيت ويدخل يخرج الزيت هذاك الاحمر. وان هذه تمشي بالزيت، يدخل الزيت من مكان ويخرج من مكان. يعني هذه تاع الزيت، هذه تدور الزيت في وسط هذه موجوده في المحرك من قدام، تلقاها محرك من قدام موجوده، تركب مع السبته مع الكروا تدور الزيت، الزيت هذاك يدخل من المكان هذايا وعاود يخرج ويرجع لها لهي. يعني هذا السيستم تاع هذا، يعني التشغيل نتاعها كيفاش، هذا النمط نتاع التشغيل. يخرج الزيت من هنا، يدخل السكاتولا هذه الكريمير ويعاود يمشيها يمين ويسار ويعاود يرجع، ديما موجود الزيت، ديما موجود هنا بالآلة هذه. هذه ما تمشيش بالزيت، هذه عادية، هذه كيف كيف، هذه كيف كيف فيها نفس هم المضخة هذه نتاع الزيت تخدم الناس كل، سواء في هذا، سواء في السيارات الثقيلة، سواء في كل أنواع السيارات، ولا في الحافلات تلقى فيها، لابد تلقى فيها واحدة زي هذه اللي هي باش تدور الزيت للكريمير والسكاتولا. هذه زاد كيف كيف عندنا هذا الموديل، هذا صنعوه عملوا امورتيسير على برا، يعني هذه الزيت يمشي في وسطها، يعني في وسط القطعة هذه، وهذه لا، هذه الزيت يمشي على برا في وسط الامورتيسير هذا. الامورتيسير هذا يخرج يمين ويخرج يسار، يعني تزيه الزيت من القطعة هذه يخرج يمين ويخرج يسار، يولي الزيت يدخل هنا الدورة الفيسون فان اللي هو الحلزون اللي في وسط الكاميرا هذا، فما حلزون كل واحدة فيها حلزون، يدور الزيت يدخل في وسط المرسل هذا، يخرج على الاخر هكا هنا، ومن بعد يعاود يرجع الجهه الاخرى تمشي يمين ويسار. هذوما الحاجات اللي يعني تخدم بهم السياره او الشاحنه او اي نوع من السيارات، لابد تلقى فيهم واحده من هذوما الاربعه او ثلاثه، يعني واحده من هذوما الاربعه ومعها المضخه هذه. الموديل هذا ما معش مضخه، هذا ما معش مضخه، هذا عادي، والباقي هذا فما منهم عادي ما معش مضخه، وفما منهم اللي معاه مضخه زي هذه، هذه تخدم هذه تخدم هذه تخدم هذه تخدم الكل. هذه البسط على الامور نتاع اللي انا اسالوا فيها على البواد ديريكسيون اللي هي هذه، هاي كيفاش تخدم، هاني وريتكم كيفاش تخدم، ان شاء الله تنفعكم حياتكم هكا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.